زي ما قلت يا دكتور، هو في ناس اصلا بيبقى عندها مشكله ان هي اصلا بتحب تركز مع الحاجات السلبيه قوي، حقيقي حتى لو الحاجات السلبيه دي هي مش ولا هتفيد ولا هتضر. حقيقي. يعني معلش انا واحده، هيفرق معايا ايه قوي انا شخصيا؟ يعني ما عنديش تجارات عالميه في سعر الدولار ان هو النهارده بقى كذا وبكره بقى كذا، او في حاجات معينه، في حاجات فعلا اخبار سلبيه الناس بتحب تدور عليها حقيقي وتنشرها. حقيقي. يعني بتيجي تقولي لها دلوقتي احنا في سنه جديده بتاع، يقول لك يا عم سنه جديده ايه، صلي على النبي، جديده زي القديمه، كله زي بعض. وتلاقي يا عم ضيع مره واحده طلع فيلم. ازاي اقدر اخلي الناس تحاول تفصل شويه؟ احنا عايشين حقيقي، ومحتاجين نعيش بنفسيه كويسه. ازاي اخلي الناس تبعد عن الطاقه السلبيه دي، تجدد شغفها وحبها للحياه، للسنه الجديده اللي هي جايه، ما تبقاش كل الايام شبه بعض. اول حاجه لازم نتخلص تماما من القلق المستقبلي. الناس عندهم فوبيا وقلق مستقبلي، واحيانا بيكون وهمي. يعني ناس بتحب ترسم سيناريوهات وهميه، اللي هو واحنا ستات شويه، طالما القعده بتاعتنا دي للستات، احنا ستات شويه احيانا بنقعد نرسم مستقبل وهمي، حاجات مش هتحصل، وتوقعات وسيناريوهات في دماغنا احتماليه ان هي تحصل بسيطه. فشهوه القلق اللي جوانا دي لازم نهديها شويه. وانا دايما اقول ان القلق ده شهوه واحتياج عندنا، اوكي احنا لازم نبقى حاسين بالقلق تجاه حاجات، بس الحاجات دي لازم تكون طبيعيه، او لازم تكون في الاكستريم او منطقي على قد واقعي. إيدي على قد قدرتي اقلق في اللي انا اقدر اغيره حقيقي. لكن القلق المستقبلي اللي دايما احنا حاسين بيه ده، مفروض ان احنا نقلله شويه، ونقلل التوتر، ونقلل الصراعات بتاعتنا. يعني ايه نقلل الصراعات؟ زي ما انت بتتكلمي بالظبط كده، في اننا احيانا بندخل او بنقحم نفسنا في حاجات ملهاش اي لازمه. انت مالك بفلان عمل او جاب او راح؟ وخلي بالك برضو السوشيال ميديا ليها تاثير كبير قوي 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 على الحياه بتاعتنا، وعلى الطاقه السلبيه اللي زادت، وعلى الاكتئاب اللي زاد. في دراسات كتير دلوقتي اثبتت ان الاكتئاب بتاع السوشيال ميديا يعني من اكتر الاكتئابات اللي احنا بقينا بنشوفها دلوقتي. اخر ستاديز اتعملت فعلا انه انستجرام هو المسبب رقم واحد للاكتئاب عند الناس، لانه طبعا الناس بتشير عليه طبعًا. الحاجات البيرفكت، وانا شكلي حلو، ده غير فيس طبعا. اب على فكره يعني طب ما في جدا. طب ما فيسبوك برضو بتشيري عليه كل الحاجات السوداء النيجاتيف، على يعني فيسبوك ده صعب حقيقي. بس الناس بقى بتقارن حياتها طول الوقت، وزي ما بقول لكم الناس اللي عندها شاشه نفسيه هم ما بيبصوش لجوه، هم بيبصوا لبره. البلوجر الفلانيه عملت مش عارف ايه، طب الناس دي عايشه ازاي؟ هم دايما بيقارنوا نفسهم، الناس دي عايشه ازاي؟ طب احنا في ظل الغلا مش عارف ايه. فطول الوقت النيجاتيف انرجي هم بيشدوها لنفسهم من غير ما يخلوا بالهم. لكن انسان لو عامل صلابه نفسيه حواليه، واقصد بالصلابه النفسيه ده ان هو ما يتاثرش بالحاجات الخارجيه، ابقى عامل بلان في حياتي وعارف انا مخطط لايه وداخل في ايه. مش لازم خالص ان في حدث خارجي ياثر عليا، مهم جدا ده، لان احنا طول الوقت هنقابل ناس هيحاولوا ياثروا علينا، سواء بالسلب او بالايجاب، او احتماليه ان هم ما بيحاولوش ياثروا علينا، احنا اللي واخدين بالنا من حاجات وتفاصيل مش مهمه جدا في حياتنا.